طيب يا شيخ مصطفى، هو في حاجة اسمها كرامة ولا مش كرامة؟ اسمها ايه؟ في حاجة اسمها كرامة، كرامات ولا مش؟ كرامات. اي في يؤيد الله بها من يشاء. انشق القمر على عهد الرسول موسى عليه السلام، ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، أدخل يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إبراهيم ألقي في النار كانت عليه بردا وسلاما، سليمان سخرت له الريح. لا بنتكلم كرامات للأشخاص العاديين مش الرسل يا شيخ مصطفى. خرج عباد بن بشر وسيد بن حضير من عند رسول الله وفي يديهما عصا في ليلة مظلمة، فأنارت العصا لهما في الطريق، لما افترق النور مع هذا جزء مع هذا جزء كثيرة جدا. شرب خالد السم فلم يضره، قيل له يا خالد احذر السم لا تسقيك والأعاجم، قال اتوني به فشربه رضي الله عنه.